لا تجتمع حياة القلب مع سماع الغنى، لا يجتمع سماع الغنى مع حياة القلب قط، لا تزعل علي، لا يجتمع حتى مع الشيلات الثانية ولا مع الأناشيد الإسلامية والآهات. اليوم ملأت الأسواق على أساس أنها أغاني إسلامية، وما هي إلا أنها أقرب إلى الأغاني المعهودة، وهي إلى أمراض القلب أقرب، آهات وأنين، مؤثرات بشرية، إيقاعات، المحصلة أنها تؤثر كتأثير الموسيقى في القلب، وهي من الخضوع ومما يمرض القلب. فمن أراد لقلبه الحياة فلا يسمع إلا كلام الرحمن. تغنى بالقرآن، ليس منا من لم يتغنى بالقرآن، كما قال نبينا صلى الله عليه وسلم: إذا كنت تريد أن تنتشي فعندك القرآن، رتله حتى يلين قلبك ويقشعر جلدك وترتقي بالقرآن، اقرأ وارتقي. لذلك عندما عصم الله محمدا عليه أفضل الصلاة وأتم التسليم، عصمه من سماع الغنى واللهو، قال الحبيب صلى الله عليه وسلم: ما هممت بسوء أخرج الله العلقة من قلبه. وهذا دليل على أن الذي يسمع الطرب سواء كان أغاني أو شيلات، اللي أدمن هذا قلبه به مرض، لأن الأغاني هي علقة الشيطان في القلب، كأنها شريحة التردد فيها عند الشيطان مع ريموت الذبذبة الشيطانية. هذه يحرك الشيطان صاحبها نحو المعاصي والآثام فيلهيه عن ذكر الله، كما قال الشاعر: حب القرآن وحب الألحان في قلب عبد ليس يجتمعان.